مدير النادي الاهلي فرع مدينه نصر، مجهود رائع بالنسبه لكم بالنسبه لمجلس الاداره تنفيذا لبرنامج عائله النادي الاهلي. النهارده بنشوف الكابتن محمود الخطيب بيفتتح احد الصالونات المتميزه ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه في المكتبه، وكمان مرور بالانشاءات. خد جوله كبيره كده النهارده، حطينا في الاجواء كده حسن بيه، وقول لنا النهارده اليوم بدا ازاي. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البدايه انا بهني قناه النادي الاهلي بمرور بمناسبه مرور 10 سنوات، ويمكن بكره افتتحت في 6/8/98، فمبروك وتهانينا لكل العاملين في القناة من أول رئيس القناة، وكل الشكر للي ابتدوا القناة من بدايتها ووصلنا به لهذا التطور وهذا التقدم الجميل، فتحياتنا لكل العاملين بالقناة. حاجة تانية طبعا بالنسبة لرئيس النادي وتنفيذ برنامج عائلة الأهلي، احنا باستمرار متواجد في وسطينا رئيس النادي، بيجي بيتابع كافة الأعمال، بيتابع البرامج الزمنية اللي موجودة للانتهاء من أعمال الانشاءات الجديده، سواء حمامات السباحه هنا في الطرفيه او الفود كورد تحت او مقصات الكاراتيه الحمامات، فهو باستمرار والسور باستمرار بيجي يتابع هذا الكلام على فترات قريبه وبيتابع البرنامج عملي. النهارده هو جه من البدايه من الصبح، جه ومر وقعد وناقش المختصين وناقش الناس في برنامج الزمني للانتهاء من هذه الانشاءات. كان في النهارده مناسبه أثناء مر شاف ذوي الاحتياجات الخاصة وتحدث معهم وشافهم وتأكد بنفسه عن متابعة الأنشطة بتاعتهم وكفاءة الناس المدربين، وشاف مدارس السباحة اللي موجودة وتحدث مع المدربين وشاف الناس. خرجنا على جينا هنا في المكتبة هنا النهاردة، في كانت احتفالية بخصوص في بروتوكول تعاون مع وزارة الثقافة قطاع الفنون التشكيلية، صالون المبدع الصغير حصد في تم بروتوكول مع الوزارة بخصوص عمل 6 ورش لتدريب ولاد النادي عن كيفية الرسم التشكيلي. وبعد ثم مر شاف عندنا هنا في فصول لغة إنجليزية على مستويات مختلفة، 3 مستويات، مر واتكلم مع الناس وقعد وبر على الباليه، قاعة الباليه، وشاف وتحدث. فتقريبا تابع نزل ملاعب التنس السلة والطايرة والاندبول وتابع كافة الأنشطة، كافة الإنشاءات، كافة الخدمات الاجتماعية اللي بتقدم للناس، شاف التطوير في الشلت والكراسي والأعداد والحمامات، والحمد لله كانت الزيارة مردودها طيب جدا جدا، وتأكد أن الإدارة التنفيذية تحت برئاسة الكابتن محمد برجان المدير التنفيذي للنادي اللي احنا بنجد منه كل الدعم، الحمد لله المنظر كان جيد، خدمات بتقدم جيدة للملاعب، مفيش شكاوى، مفيش مشاكل في حاجة، والأمور الحمد لله من الافضل للافضل الافضل، واحنا ملتزمين ببرنامج عائله الاهلي. وعلى فكره هذا البرنامج موجود في المكتب عندي، اللي بيحصل على طول بعلم عليه في دلوقتي ان شاء الله باذن الله، وده يمكن يسبق شويه ان احنا بنفكر في عمليه حضانه للاعضاء في اقرب وقت. فالامور الحمد لله ماشيه طبقا لما هو مخطط وطبقا للي اتقال في برنامج عائله الاهلي وطبقا لرغبه المجلس الاداره في تقديم افضل خدمه للاعضاء. سألتك ايه الاعضاء النادي الاهلي، يمكن انا بسجل معاهم، الناس سعيده جدا وبتقول بحضور الكابتن محمود الخطيب او مجلس الاداره بشكل عام في اي افتتاح ده بينعكس عليهم بشكل كبير، رسالتك ليهم ايه لان هم منتظرين المزيد الفتره اللي جايه؟ الحمد لله بالنسبه لرئيس النادي ومجلس الاداره ما في مناسبه تمت في نادي في كاس سواء اجتماعيه او رياضيه الا تواجده وتواجده في وسط الاعضاء وسمعوهم وتحاوروا معاهم، وفي ناس كتير بتتصور معاه، فالكابتن محمود متابع جيد جدا لكافه الانشطه ومجلس الاداره لكافة الأنشطة اللي موجودة في النادي، بيتواجد باستمرار على أي مستوى سواء كبار صغيرين، بيتواجد وبيدعم أي نشاط موجود في النادي، وده بيسعد الأعضاء طبعا وبيخليهم في يعني في علاقة قريبين من بعض بينه وبين مجلس إدارة، متواصلين مع مجلس إدارة من خلال برضه الإدارة.